مرحبا و ألف مرحبا بوليداتي العزاز وبنتي ماريا الغزاله في حلقه جديده من برنامجكم. شكون يحل هاد اللغز؟ اللغز ناد اليوم كيقول شنو هو الشيء اللي كنشدوه ولكني ما كنقيسوش؟ بنتي ماريا غتجي عندكم ونبغيكم كاملين تعطيوها الاجابه الصحيحه. هاني كنساينكم. مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بمشاهدي الكرام في حلقه جديده من برنامجكم شكون يحل هاد اللغز. لغزنا اليوم كيقول شنو هو الشيء اللي كنشدوه ولكن ما كنمسوش؟ بقاو معنا باش تكتشفوا الابداع ديال ماتين المغاربه، تشوفوا الاجابه الصحيحه. نرجعوا لك الميمة. الشيء اللي تنشدوه وما نمسوه. كنشدوه وما كنمسوه، كنشدوه باليدين. ما كتشدوش كاع باليدك ولكن كتشدوه بحاجه. نمسوش. هو الحيوان اللي ما صالح لوالو. ماشي الحيوان، هادي شي حاجه كنشدوها كتوقع علينا راه كنقدروا نتحكموا فيها ولكن ما كنمسوها. تتعصب العصب. تشد العصب بعد مرات كتشد العصب. اه ولكن ما كتمسوهم. شكرا شكرا شكرا. تقرا لي شويه اللي تنولي معصب. ولكن بعد مرات كتحكم في اعصابك. واه اذا كتشد اعصابك. كنشد ولكن ما كتمس. الحيد. ولكن ما كتمسش. لا والو. هو هذا اللي شافك. كتعصب. شنو كتشد؟ كتشد الاعصاب ديالك. اسم لك اسم لك. اه ما شاء الله تبارك الله. شكرا شكرا. العصب كتشد العصب. ايه راه فينا نيت العصب هو اللي خرج علينا والله العظيم هو اللي كان. يبارك الله فيك. شكرا. يضرك راس؟ شي حد كيضرك راس؟ اه يضرك راس. كيعصبك؟ شنو كتشد؟ كتشد الاعصاب ديالك. ولكن ما كتمسهمش. لا ما كتشدهمش بيديك. تبارك الله. الله يبارك فيك. شي تنشدو اعصاب؟ تأكد. اه كتعصب بعد المرات؟ اه شد اعصاب. كيما كتمسهمش؟ لا تبارك الله. الله يبارك فيك. شكرا. بحال العصاب والوراك. لما انت كتعصب. اه علاش؟ مشاكل. اش من مشاكل؟ مشاكل. وليدات؟ اه عندك وليدات؟ الدار وصافي. والله يصوم. ما خصكش تعصب باقي. تبارك الله. شكرا. رجعنا لك الميمة الحبيبة وبالأجوبة الصحيحة عند بعض ماتين المغاربة. لغزنا اليوم قال شنو هو الشيء اللي كنشدوه ولكن ما كنمسوش؟ هما الأعصاب. الأعصاب كنشدوهم كنتمالكوهم في بعض الأحيان ولكن ما كنمسوهمش. إلى هنا كنتهي حلقتنا. كنودعكم ونخليكم مع الميمة الحبيبة. تنتلاقاو في حلقة مقبلة. برافو 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 على وليداتي العزاز كاملين. حجيتنا ولا لغزنا اليوم كيقول شنو هو الشيء اللي كنشدوه ولكن ما كنمسوه ما كنقيسوه؟ هما الاعصاب. الاعصاب ملي كنتعصبوا بعض المرات كنشدوهم ولكن ما كنقيسوهمش. تبارك الله عليكم كاملين. ايوا حتى لهنا كتنتهي حجيتنا ولغزنا. غادي نودعكم تنتلاقاو في حلقه جديده مع لغز جديد. تبقاو على خير.